شكاوى الناس مع ريتا شمعون. معكم دايما صوت لبنان. صباح الخير لكل مستمعي صوت لبنان وين ما كانوا عم يسمعونا. اليوم التنين 23 نيسان 2012 عيد القديس جورجيوس. منعيد كل مين اسمه جورج جرجس أو جريس أو جورجيت أو كل مين بيعيدوا هذا العيد ومنقلوا نعاد عليكم العيد عبر إذاعة صوت لبنان. بخص بالمعايدة زميلنا جورج داهر. حلقة جديدة من برنامج شكاوى الناس، التحية الصباحية بشاركني فيها زميل المخرج طوني خوري. أشغال تحويل طريق حفرة هنا وحفرة هناك لا يعجز مدخل بيروت عن طريق منطقة الحزمية خصوصا بأوقات الذروة عن استيعاب الزائرين. أما الطرقات الداخلية الفرعية بمنطقة الحزمية التي ساعدت لكنها لم تصل إلى الحل لتخفيف أزمة السير، فهي أيضا تعاني من أزمة السير. وما بين مشروع مجلس الإنماء والإعمار، أي مشروع مستديرة الصياد الحزمية اللي يعتبر جزء من الأوتوستراد العربي، وزحمة السير بيقضي اللبنانيين وضيوفهم السواح معظم النهار عالقين على هذه الطريق، مع الإشارة إلى وعد مجلس الإنماء والإعمار بالانتهاء من هذا المشروع بشهر 21/12/2012، ونحن اليوم بنيسان 2012. سنتحدث اليوم عن منطقة الحزمية اللي هي صورة مصغرة عن لبنان بكل طوائفه ومذاهبه، وهي على مقربة 2 كيلومتر من القصر الرئاسي ببعبدة، وبعمرانة وبحداثتها الجديدة تخلصت من الأزقة التي لا تخلو منها أي بلدة لبنانية، فهي قديمة جديدة بحركة عمران متواصلة. موقعها الجغرافي لافت حتى جعلت الحازمية المكان المفضل لعدد من المدارس والجامعات والمراكز الحكومية والسفرات وحتى الأوتيلات. نبدأ من طريق عام وصلة الحزمية اليوم بالحديث مع رئيس بلديتها اللي شرفنا على استوديو واحد بإذاعة صوت لبنان الأستاذ جون الأسمر. أهلا وسهلا فيك رئيس. صباح الخير، وصباح الخير لكل مستمعي صوت لبنان وبصورة خاصة لأبناء الحزمية. كمان بدي وجه تحية خاصة صباحية لكل أبناء منطقة الحزمية، وكمان بدي أقول لكل اللي علقانين بهيدا الوقت بالعجقة السير وبزحمة السير على طريق الحزمية الصياد يتصلوا فينا على 0-454-53-52. نحن رح نسمع لكم، ونحن بنعرف أنه في كتير معاناة، ويوميا يوميا بنتلقى شكاوى إن كان ضمن برنامج شكاوى الناس أو من بعد يعني انتهاء البرنامج عن زحمة السير اللي عم تشهدها يوميا منطقة الصياد الحزمية. رح نبدأ بالموضوع، ولكن اسمحوا لي قبل ما يعني نبدأ بالحديث عن طريق الحزمية رح نسمع نشيد، ونشيد لأول مرة بلبنان البلديات يعني بيكون عندها نشيد. يعني منطقة الحزمية مهمة جدا، عندها مجلة وعندها علم وعندها نشيد. بنسمع النشيد قبل ما ننطلق بحديثنا عن كل المواضيع اللي بتهمكم واللي بتهم أيضا أبناء الحزمية. نفسي ليا موطن غالي عليا، رمز
معكم دائما صوت لبنان، يعني للأمانة فقط كلمات نشيد الحازمية أو نشيد بلدية الحازمية، كلمات وألحان الفنان ناصر مخول. أول بلدة بلبنان هيك يعني بتصدر نشيد لإلها وبيكون خاص لإلها مع علم كمان هلأ هو معي بالستوديو، علم بلدية الحازمية. يعني لتستكمل مقومات المدينة الكاملة بيكون في عندها نشيد للمدينة وعلم للمدينة وشعار هي مدينة العراقة والتطور. نعم، حتى بالعلم في الأرز اللبنانية وفي قناطر زبيدي، هلأ كمان رح نحكي عنها أكيد بالتفاصيل، ومكتوب على العلم بلدية الحازمية. صحيح، شعار البلدة هو قناطر زبيدي، القناطر الرومانية الأثرية اللي هي 300 سنة قبل المسيح، والأرز اللبنانية اللي هي شعار الوطن ككل. وبالإضافة لذلك التسمية هي مدينة العراقة والتطور. نعم. إذن من مقومات المدينة إنه يكون عندها نشيد وعلم وشعار، وبعتقد يمكن في بعض البلديات الأخرى في عندها أو عاملة نشيد، بس ما بعرف إذا عم تستعمله أو ما بتستعمله، بس نحن النشيد والعلم نستعملهم بصورة دائمة، وحتى النشيد بكل نشاطات البلدية النشاطات، وقبل كل جلسة للمجلس البلدي بيكون في نشيد لبناني ونشيد الحازمية قبل بداية الجلسة. كتير منيح. وكمان في مجلة فصلية بتصدرها البلدية وبتوزعها على كل أبناء، خصوصا يعني الساكنين وحتى صح. غير المقيمين كمان ببلدية بمنطقة الحازمية، لأبناء الحازمية بتوزعها مجانا ليطلعوا على كل نشاطات البلدية. صحيح، هاي المجلة صار تقريبا من بداية 2004 عم تصدر وعم تتطور، وصلت اليوم لحلة مميزة بتتضمن كل نشاطات البلدية، وبصورة خاصة بتتضمن النشاطات المالية يعني واردات البلدية وتلزيمات ومدفوعات البلدية، وبتتوزع على معظم أبناء البلدة والمؤسسات والمقيمين والرسميين بالبلدة، بالإضافة إلى أنها موجودة على الويب سايت تبع بلدية الحازمية بالكامل، يعني بيقدر يتصفحها أي مواطن بلبنان أو خارج لبنان على الويب سايت تبع بلدية الحازمية. نعم، منذكر www.hazmiye.gov.lb. أستاذ جان، بدنا نبدأ بطريق عام وصلت الحازمية سوفر اللي رح ينهي الأزمة عند الانتهاء من الأشغال بهيدي المنطقة تحديدا بوصلت الحازمية سوفر، و يعني اللي هو بشكل حركة المرور من لبنان إلى الدول العربية. بالتفاصيل بدنا ندخل بطريق عام الحازمية اللي عم بتسبب يوميا خصوصا بأوقات الذروة صباحا وظهرا ومساء زحمة سير.